السلام عليكم، نتمنىكم بخير وعلى خير، دائما في إطار الكيك والحجم العائلي اقتصادي سهل وبسيط. فغادي نقدم لكم هذا الكيك بالشوكولاتة والقهوة اللي كيجي رائع بزاف بزاف وبكمية كثيرة، فتقريبا 20 قطعة ديال الكيك خطيرة بزاف. ندوزو المقادير، غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير بإذن الله اللي غادي نحتاجو فيها لهذا الكيك العائلي بالقهوة والكاكاو. 3 ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، هنا كاس ديال القهوه معصره. انا غادي نعصرها قدامكم باش ندوي معكم على واحد لا ماشين خديتها، اللي ما عندوش وبغى ياخذهم. جبت لكم واحد الهمزه اليوم غادي تشوفوها معايا. هنا غادي نحتاجوا تقريبا 2 كيسان ونص ديال الطحين، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، 2 كيس ديال السكر فاني، 2 كيس ديال خميرة الحلوى، وقبيصة الملح راني دايراها مع الدقيق. دابا غادي ندويو على لاماشينة البنات، من اللي خديتها من عند لاباج ويغا ماشين. فأنا عندي دي ماشين وكانت عاجباني هاد لاماشين هادي البنات، هادي كيف كتشوفو هي هادي لاماشين ديالنا. فخديتها من لاباج انستغرام ويغا ماشين اللي كيبيعوا جميع انواع لي ماشين ديال القهوه اللي ما تخطر لكمش على البال. اللي زوين فيها انه تيبيعوا دوزيام ما وكيبيعوا الجديد، فانا هذه خديتها دوزيام ما من عندهم وصدقات ليا واعره. راه دابا تقريبا اكثر من اسبوع يوميا كندير فيها القهوه، فعلا رائعه ديال لي كابسول البنات. هي هذه كتجي زوينه بزاف وعمليه وثمنهم مناسب. هنا فين تديري لي كابسول صافي، وهنا فيها فين تديري الماء. اللي يعني اللي باغي بحال هاد لي ماشين وكيجيوهم جداد غاليين، فجبت لكم هاد لاباج اللي كتبيع دوزيام ما اولا كيف كنقولوا بونوكازيو، ولي مارك واعرين، يعني لي مارك خطيرين. غادي نقطر فيها دابا القهوه وغتشوفوها. فالبنات اللي عجبتكم هاد لا ماشين فما عليكم الا وبغيتوها، غادي نخلي لكم كل التفاصيل ديال يعني اصحاب هاد لا ماشين، لو سيت للبيع، الانستغرام ديالهم، واتساب ديالهم، اللي بغاها ما عليها الا يتواصل معاهم. راه الثمن غزال بزاف بزاف بزاف، واخا قلت لكم دوزيام ما اولا راهم بونوكازيو راهم باقيين جداد، يعني راه واخا مستعملين ولكن راه باقيين جداد. ها انتو كي كتشوفوا عرفتي صغيوره وما كتشدش البلاصه ومتيحفه وغزاله صدقات ليا واعره. فراه غنحط لكم كل المعلومات على هاد لا ماشين. الناس ديال المحمديه هادو راهم كاينين في المحمديه، كيديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه، فين ما كنتي توصلك غير طلبي وخدي، يعني طلبي اللي بغيتي ويوصلها لك. راه ما كاينش غير هذا النوع، كاين انواع عرفتي. راه تحيري انا عجبتني هذه وخديتها، حتى راجلي الصراحه عجباته، يوميا كيبريسي فيها القهوه خطيره بزاف. فهنا كيف كتشوفوا غادي نبريسي كاس ديال القهوه اللي غادي نخدم به، غادي ندير لي كابسول. على فكره راه كيبيعوا حتى هاد لي كابسول اللي بغيتوه، هنا كنشعلوها من هنا شفتوها، غنخليها غير تاي تسخن وغادي نخدموها ونبريسيو الكاس ديال القهوه. هنا فيه هاد بحال المجير على حساب العلو ديال الكاس، فانا عندي الكاس دابا شويه كبير صافي. فهنا فاش كتشعل البطونه كانت بالحمر كتكلي نوطي، دابا ولات بالخضر، يعني دابا غادي نبريسي القهوه ديالي بسم الله. هنا راه تتبريسي ليا القهوه، الله 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 على الريحه عاطيه ديال القهوه البنات. انا خاصني كاس، وهذا هو الكويس ديالنا ديال القهوه. فغادي نخليه حتى يدفى ونتلاقاو باش نكملو تتم التحضير ديال الكيك ديالنا.
ايوا دائما غادي نعاود نكرر معكم اللي بغاتها، غادي نخلي لكم جميع المعلومات ديال هاد لو سيت ويغا ماشين او الحساب عبر الانستغرام ويغا ماشين اللي بغى من عنده، هو مختص في جميع انواع شان نقول لكم لي ماشين ديال القهوه. ندوزو الطريقه ديال الكيك اللي هي ساهله. غادي ناخذ كيجي بالشوكولاته والقهوه خطيره البنات هاد الكيك. فغادي ندير البيض، السكر، زيت، سكر فاني، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، تكون مملوء جيدا، وغادي ندير هاد الكاس ديال القهوه اللي قطرت قدامكم. صافي غادي ندير هادشي يتخلط ونتلاقاو هنا. كيف كتشوفوا من بعد ما تخلط ليا الخليط كامل، دابا غادي نضيف الطحين والخمارة. كيف قلت انا راه الطحين دايره فيه قبصه ديال الملح، ندير الخمارات، وفي الاخير غنضيف جوج معلقات كبار ديال الماء. الماء غير بارده البنات، صافي. دابا غنجيب المول، المول غنديرو انا طويل. غادي نخلي لكم لي ديامتر ديالو مع المقادير في صندوق الوصف. غادي ندهنو بالزبده، نرشو بالطحين، وغادي نفرغ فيه الخليط ديالنا. هنا كيف كتشوفوا المول ديالنا بعد ما دهنتو الطحين بالزبده ورشيتو بالطحين، فغادي نفرغ الخليط ديالنا فيه. صافي غادي ندخلو الفران. الفران راه كيف كنقول لكم دائما بارد، عاد كنشعل الفران، ندخل الكيك عاد نشعل الفران، نديرو على 170 حتى ل 180 ونخليه حتى وكان يطيب ليا، ونخرجوه باش نكملو طريقه التحضير ديال الكيك ديالنا. طاب وخرجته من الفران. فدابا غادي ندوزو للصلصه اللي غادي نسقيو بها هاد الكيك وغنزينوه بها. فغادي نحتاجو 100 غرام ديال الشوكولات الاسود، معاه معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، معلقه صغيره ديال النشا، كاس ديال الحليب، ومعلقه كبيره ديال السكر. فغادي ندير كلشي، غندير كلشي هنايا في كاسرونه، وغادي نديرهم فوق النار ونخلي كلشي يدوب وتولي عندنا يوصل لدرجه الغليان ونطلقوا. وهذه هي الكاك ديالنا. فغادي ناخذ واحد القطيب ولا اي حاجه باش نثقبها كامله. فكتجي خفيفه صافي. غادي نحاول نسقيها بالصلصه ديالنا اللي هي هذه، ها هي وجدات. على هذا الشكل غادي نوزعها عليها مزيان. فهادي في البنات اللي طلبوا مني كيكات هكا بحجم عائلي، يكونوا ساهلين واقتصاديين وكيحمروا الوجه رائعا بزاف البنات. فغير جربوهم وردوا عليا الخبر، راهم شي حاجه رائعه بزاف.
فغادي نخليها دابا حتى وكان تبرد ليا مزيان. غنزين لها الوجه يا اما بلوز افيلي ولا كوكاو كونكاسي ولا اللي عندنا، خليوها حتى تبرد ونقدموها بالصحه والراحه. وهذا هو الكاك ديالنا من بعد ما خليت هذيك الصلصه بردات، فزينته بشويه ديال الشوكولا فيرميسيل، شوكولا كوكيز، شويه ديال اللوز ايفيلي هكا كتخليطها من الفوق، ودرت شويه ديال صوص الشوكولا جاهزه من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. فكيف شفتوا ساهله بسيطه ما فيهاش مكونات كثيره، كتجي بحجم عائلي، كتحمر الوجه. عشاق الكاك بالقهوه والشوكولات، هذه غتعجبكم بزاف بزاف. فغادي نقطعوها راه تتخرج، شوفوا شحال رطبه وتتخرج بزاف ما شاء الله. وهذا هو الشكل، غادي نهز لكم طريف. هانتوا البنات، مسقيه معلكه مفشفشه، رائعه بزاف بزاف. فإلى عجبكم فيديو اليوم ما تنسونيش من لايك، اشتركوا بالقناة ديالي قناة جهوات أم العربي باش دائما توصلوا كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.